Unit 3 Complaints Complaints الوحدة الثالثة الشكاوي الشكاوي Grammar القواعد Pages 36 and 37 صفحة 36 و 37 In this lesson you are going to في هذا الدرس ستقوم بالتالي Form a solution correctly تكون الحلول بشكل صحيح Write correct sentences with need to be تكتب جمل صحيحة مع عبارة يحتاج إلى Express making someone else do a service by using have got something done تعبر عن جعل شخص آخر يقوم بخدمة لك باستخدام أنجز لي أو عمل من أجلي. Complete a conversation with the correct form of verbs. تكمل المحادثة بصيغة الأفعال المناسبة. Use the past participle as an adjective. تستخدم التصريف الثالث من الفعل كصفة. Write what is wrong with a thing in a picture. تكتب ما المشكلة أو الخط بشيء في صورة. Need to be done. يحتاج إلى. نستخدم هذه العبارة عندما نتحدث عن الأشياء التي تحتاج إلى عمل معين. Look at the examples. انظر إلى الأمثلة. The windows need to be cleaned. الشبابيك تحتاج إلى أن تنظف. Someone needs to clean the windows. هناك حاجة لشخص لتنظيف الشبابيك. The car seats need to be fixed. مقاعد السيارة تحتاج إلى إصلاح. Someone needs to fix the car seats. هناك حاجة لشخص لإصلاح مقاعد السيارة. نلاحظ هذه العبارة تستخدم عند ذكر الأشياء أولا. Have get something done. تستخدم هذه العبارة للتعبير عن حاجتك لشخص أن يقدم لك الخدمة. Use have or get with the past participle when someone else does the service for you. ونستخدم الأفعال have أو الفعل get مع التصريف الثالث من الفعل الأصلي في الجملة للتعبير والدلالة على أن هناك شخص آخر يقوم بتقديم هذه الخدمة من أجلك. Look at the examples. انظر إلى الأمثلة. The rooms need to be decorated. الغرفة تحتاج أن تزين. We are having getting the rooms decorated. ستزين لنا الغرف. The roof needs to be repaired. السقف يحتاج أن يصلح. We are going to have get the roof repaired. سوف يتم إصلاح السقف. The house needed to be painted. المنزل يحتاج أن يتم طلاؤه. We had got the house painted. لقد قمنا بطلاء المنزل. Further example. أمثلة للإيضاح. The roof needs to be repaired. السقف يحتاج أن يصلح. I'll repair it this weekend. في المثال الأول عندما تقوم أنت بالفعل تكون هذه صياغة الجملة. I'll repair it الفاعل أنا. I'll do it ويعني ذلك أنك ستقوم بالفعل. أما في قاعدة اليوم في المثال الثاني I'll get it repaired this weekend. نلاحظ تغيرت صيغة الأفعال. وضعنا الفعل get زائد الفعل repair في التصريف الثالث. لنبين أن هناك شخص سيقوم بالعمل من أجلنا وذلك يعني I'll ask someone else to do it
واستخدامنا لهذه العبارة يعني أنك ستطلب من شخص آخر القيام بهذا العمل. Past participles as adjectives. الأفعال في التصريف الثالث كصفات. تستخدم بعض الأفعال في التصريف الثالث في موضع الصفة. Look at the examples. انظر إلى الأمثلة. Break, broken. الفعل يكسر. The windows were broken. كسرت الشبابيك. I fixed the broken windows. أصلحت الشباك المكسور. نلاحظ الفعل broken أتى في الجملة الأولى كفعل في التصريف الثالث، أما في الجملة الثانية فأتى كصفة للشباك. crack cracked صدع أو شق. the vase was cracked تصدعت المزهرية. I throw away the cracked vase رميت المزهرية المتصدعة. نلاحظ الفعل cracked أتى كفعل في الجملة الأولى وكصفة للمزهرية في الجملة الثانية. damaged يتلف. the car was damaged أتلفت السيارة. the mechanic fixed the damaged car أصلح الميكانيكي السيارة التالفة. نلاحظ الفعل damaged في الأولى استخدم كفعل وفي الثانية كصفة للسيارة. tear torn يمزق. The shirt was torn مزق القميص. The tailor sewed the torn sleeve قام الخياط بخياطة الأكمام الممزقة. نلاحظ الفعل torn استخدم كفعل في الجملة الأولى وكصفة للأكمام في الجملة الثانية. A. Say what's wrong with the following items. اذكر ما المشكلة في الأدوات التالية. Then say how the things should be fixed. ثم اذكر كيف يجب أن يتم إصلاحها. Use the words in the books to help you. واستخدم الكلمات في المربع لمساعدتك. Look at the example. انظر إلى المثال الأول. The jacket is stained. It needs to be dry cleaned. الجاكيت متسخ به بقع يحتاج إلى أن يؤخذ إلى المغسلة. 1. The air conditioner isn't working. المكيف لا يعمل. It needs to be repaired. يحتاج إلى أن يصلح. 2. The pants are torn. البنطلون ممزق. They need to be sewn. يحتاج إلى أن يخاط. 3. The knife doesn't cut. السكين لا تقطع. It needs to be sharpened. تحتاج إلى شحذ. 4. The car has a dent. توجد صدمة في السيارة. The dent needs to be repaired. هذه الصدمة تحتاج إلى إصلاح. 5. The button on the shirt is gone. فقد الزرار على القميص. It needs to be sewn back on. يجب أن تتم خياطته مرة أخرى. 6. The heel on the shoe is broken. كسر الكعب في الحذاء. It needs to be replaced. يجب أن يتم استبداله. 7. The tire on the car is worn. عجلة السيارة تالفة. It needs to be replaced. تحتاج إلى أن تبدل. B. This apartment has a lot of problems. هذه الشقة بها مشاكل كثيرة. Complete the chart. أكمل الجدول التالي. 1. Make a list of the problems. ضع قائمة بالمشاكل في العمود الأول بالنظر إلى الصور الموجودة على اليمين. 2. Say how you are going to solve them. ثم أذكر
كيف ستقوم بحل هذه المشاكل في العمود الثاني. Look at the example. انظر إلى المثال. 1. The living room. غرفة الجلوس. The window pane in the living room is broken. زجاج الشباك في غرفة الجلوس مكسور. It needs to be fixed. يجب أن يصلح. الحل: I'm going to have it fixed. سأقوم بإصلاحه. 2. Kitchen. المطبخ. The faucet in the kitchen is dripping. It needs to be changed. صنبور الماء في المطبخ يقطر منه الماء. يحتاج إلى تغيير. I'll have it changed. سأقوم بتغييره. 3. Bedroom. غرفة النوم. The window in the bedroom is dirty. It needs to be cleaned. شباك في غرفة النوم قذر. يحتاج أن ينظف. I'll have it cleaned. سيتم تنظيفه. 4. Bathroom. There is a big hole in the bathroom. It needs to be repaired. هناك ثقب في الحمام. يجب أن يتم إصلاحه. I'm going to have it repaired. سوف يتم القيام بإصلاحه. 5. Dining room. غرفة الطعام. The wall in the dining room is filthy. It needs to be repainted. الجدار في غرفة الطعام قذر ويحتاج إلى إعادة طلاء. I'm going to have it repainted. سوف يتم القيام بإعادة طلائه. See, tell your classmates what you had done in the apartment in exercise B. Add your own ideas. أخبر زملائك في الصف بما الذي تم القيام به في الشقة في التمرين B وأضف أفكارك الخاصة. على سبيل المثال, we had the apartment redecorated. تم القيام بإعادة تزيين الشقة. D. Complete the conversation. Use the correct form of the verbs in parentheses. أكمل المحادثة واستخدم الصيغة المناسبة من الأفعال بين الأقواس. Then practice the conversation with a partner. ثم تدرب على قراءة المحادثة مع زميل. خالد and جو. المحادثة بين خالد وجو. I have had this car for 6 months and it gives me all kinds of problems. أنا أملك السيارة منذ 6 أشهر وتسببت لي بجميع أنواع المشاكل. What is it this time? ما المشكلة هذه المرة؟ It doesn't start in the mornings. لا تشتغل في وقت الصباح. Maybe it is because of the cold or the battery might be low. It probably needs to be recharged. ربما يكون السبب البرد أو أن طاقة البطارية منخفضة ومن المحتمل أن تحتاج إلى إعادة شحن. It isn't that I just had a new battery put in and still won't start. لا أعتقد ذلك. للتو قمت بتركيب بطارية جديدة وما زالت السيارة لا تعمل. I think the starter needs to be repaired. أعتقد بأن السلف يحتاج إلى إصلاح. Is there anything else wrong with the car? هل يوجد أي مشكلة أخرى في السيارة؟ Yes, the exhaust pipe is falling off and the radiator is leaking. أنبوب العادم الشكمان يسقط وكذلك الراديتور يسرب الماء. They both need to be fixed. كلاهما يحتاج إلى إصلاح. Is your car under warranty? هل سيارتك يشملها الضمان؟ Yes, it is. نعم إنها كذلك. Then you shouldn't worry. We'll have everything fixed for you. إذن لا تقلق. سوف نقوم بإصلاح كل شيء من أجلك.
That's what you said the last time. هذا ما قلته في المرة السابقة.